بالمرح بالمرح او سيش سيش او وقتي غاس ما قولك قوش اللي اسكتلالي لابا اي طوان سنة كدب جلسي او قولك قارتي ناديغا مانشستر يونايتد عشرنا او ودكتي قرونك ستانفورد بريدج ليفربول هقامي ياشا بريمير ليغا شيفيل شيفيل ادمع كاقالي اكورسو ودكتي سي ليفربول وعليسو تاني ما أهان مثل جوجين كرسانات كان ما قال السر هدو اللاعب وكعسن يا ليفربول ما قال السر وكعسن وحير مكو فرنقين كرا لبضان عيار لايك تصار أركتد هذا كديبو إيشير قرين فلو إنا تنصور هذا أنها نجاهل ما منا يوتيوب كي لينجي كل راع إحنا كاسنا إذا صعو ليفربول هجامياشا بريمير ليغا سر حالها لوغو سو نوقدي هوغانكا بريمير ليغا شيفيل ادمع كاغل اكرسي او دغتي سي ليفربول او عليسو تاني ما اهان مد لعلين كرو شيفيل اسك ضافه بقول شيفيل هدا اسكو سو درتيد تاني سنه كان لما جوجين كرا ليفربول ما حايلي ابوت ات كو غارت سنه كان وكدالي لعبو ما قال السر الله تاني قول ما ديه كري عاوة قول قول رافي قول كسيسان كأيان ديه كرامز قول كإسبوع يسو رادي قول كاس هداد أركي جرتي ننكي ستيفان تيرات هداد كبدي سكورة حيسان جرتي أو سيداس بنانك ألابا عن توبك أتك دابن جرتي اسكي إلو ستيفان تيرات كرة حيسو مايك ألستر صحيح هدو بسنة كان بريمير ليغ سوق علي متك أقوى ناكسن مايك ألستر عن إيه كراني صدن إيشن مليون أيو كفر ديا ليفربول ماشي اللي جت هاجي يا إما خان كأو كفر ديو إن ده هجا كوم معلن إيه صحيح بدي اسمع قالوا قت سوافيري كان صيدو بقولشن إيه 8 مليون محو جلسة كياي نينك اسكوادن كيهين انسو بقول ايشن مليون محو كيا جلسي ماك ألستر صدن ايشن مليون ودايما كدحدا اوكالا ديكديغا اوكالا فرفورا ماركي لو باهن يعني ليفربول ميل وغصو بحا نينك انكو شيغاي وا ماك ألستر سند كان ليفربول هدو واللاعب اوكعسن يهي ماك ألستر اوكعسن ورا أنا هو استهاني ليفربول عاو إنتي لو وضع لبريجي صالح إجا صوب حلط هاي هاد وحن إلوي تيم كأن كشكي إني تاي تيم كي كم باجا هاد وحن إلوي تيم كان ليفربول إني تاي تيم أن لبقي هل أن كرسي لو وفق لي سنكرين أن لو وقت كنكرين محايا لي وحن إلوي إني تاي هوية ذا كم باقة هادي بردب او كم باقة نادي سنة كان بحا او بضان اي كو خاضتي ليفربول ايا كو خاضتي ليفربول شان اد اركيسان انتان وحا لغسو غاري كب كب هديها او بضان داوا عي او مقنايين كون كان وحي كدن بي وحا حادر او نصو نقون دون ليفربول هديها دي او واناكسنا اي داوا او مقنا كوان جعبر امار اويني dadkii ogaanti aad dhaawac ka soo wada laabanay tani sanadkan meela uu cad Liverpool Nunes bandhigiisi goolasha ayuu wata ninkii xidigii ugu muhiimsanaa Liverpool ayaa dhaawac ugu soo noqonaya kulanka Liverpool iyo Manchester United ciyaar meesha seetaala hambal yaa leeyahay taageerayaasha Liverpool ciyaartiina 14 daqiiqo ee hore ayaan ka daawaday iso raadi gool kas ma galaster luuqa iso dhiga tani gool ma dhihi kari hambal yaa leeyahay gambarkii Liverpool iyo Arsenalna ee gambarkii City iyo Arsenalna hadda meesho dadkii Sheffield hunguri ka raadi wadna waa idin go'i karaale tan mid la joojin kara ma aan horyaalkan shirka la kala bixi doona ilaa ay hadda ma sheegi karaani saalle isku daba socona hambal yaa leeyahay taageerayaasha Liverpool بالمر الله بالمر محوضنا هاي إيجوي عاو نا الله شئ رانكو يال بالمر وقتي قاس ما وضنا هلا يسكجرا
إيار إيار رافتي أن كداون ستانفورد بريد فرحد لبي توان سنة كهر وقدم بس ستانفورد بريد عا وداون الله محو إسخفص دقرون كستانفورد بريد إيتو برب جتينو إيار لبجير لبدا تيم أكلت بعدي قوشة وقدم بين تشلسي أيا قوشة لتكتك inkasto caawa cawasho weyn aan wadano hadaan taageero manchester nahay dhanka refereegana aan caawa anaga cawasho ka nahay rigooradii ugu dambeysay ee chelsea rajada ku soo celiyay unitedna rajabeelka ku riday taas rigoora ma aheen caawa garsooraha waa nagu jiifay guushaana garsooraha qeyb uu ka yahay ee chelsea caawa gaartay caawankii balmar ahaa alla muxuu nagu raaxaystay aniga ninkaas camp kaambid hore ayaan ba sheegay taageerayaashii la daawanay war kan caawa ama saddex leey iga dhaliya afkayga ma la saarneen waana iga dhaliyay xidigan wuxuu noqday bishii la soo dhaafay xidiga bisha saddex la caawi saddexna waa la dhaliyay caawana ciyaar gudaheeda aa saddex leey ugu dhaliyay aa leega dhaliyay balmar waa dheeman dheeman ee soo ilduufsadeen naadiga chelsea oo ka shalaanayo tobare Guardiola Guardiola inta ciyaartoy oo iska fasaxay wuxuu ka shalaaya ilaa hadda habeenku Balmer 45 milyan ku dhiibay oo adduunkii dhan isla qeeliyay cunugaamiyo 45 Chelsea se ka noqotay laakiin ugu dambeen waxaa la ogaaday Chelsea inay iyada wax dhacday awa Granajo iyo ninkan Balmer waa laba da'yar ee u kala ciyaara labada tiim bandhig ciyaartana ii ka qaateen laba gool ayuu u dhaliyay ninkii Garanaja ahaa mar oo guusha gacanta u geliyay naadigiisa Manchester United laakiin waxa ka diiday da'yarka u dhashay Ingiriiska Palmer caawa United basadala Ten Hag arkana war guusha gacantaada ku jirtaa daqiiqada yaraa ku dhiman Garanaja ii bixinay oo difaacada Chelsea u diiday inay kubad isku baastaan Hojlana ii bixinay Casemiro ii bixinay difaacadeena waa naga dhaawacmeen caawa caawa anaga ciyaar waa la ciyaarnay Chelsea ciyaartan waa dili karnay laakiin ugu dambeeyan tiimkii guusha u qalmatay ee gurigeeda joogtay ayaa guusha gaartay 12 sano kadibna Chelsea ayaa soo afjartay guulihii xariirka ee ka gaaraysay naadiga Chelsea marka hambal yaa leeyahay taageerayaasha Chelsea ii xidigooda Palmer oo caawa hatta si kasto noogu baashaale wax walba oo ciyaartoydeeda ay sameeyeen waxaa qaatay bandhigga ugu wanaagsan xidigga ugu wanaagsan Palmer oo caawa farxaddii Stamford Bridge dib u soo celiyay hambal yaa idin leeyahay meel walba aad joogtaan taageerayaasha Liverpool iyo taageerayaasha Chelsea fiidiyoga intaan hadda ila soo gaartay like tasaar share garee aragtidaadi ka dhiibo sidoo kalena inaad follow na soo dhaadaan hanaga hilmaamina dhanka iyo YouTube kana hadda aan isla aadno linkii ku raac haddaanan subscribe aan ku saarneen dhag soo sii si aad barnaamijyadeeda aad ula socotid aad baad u mahadsantihiin.